تختلف الحلقات في برنامج صفي قلبك على مستوى المضمون شكلا تقريبا نفسه، يا اما انسان يحب يطلب السماح، يا اما انسان يحب يلوم، يا اما انسان يحب يفضفض. ولكن احسن الحلقات واروع الحلقات والحلقات اللي شخصيا انا تمسني وندافع عليها على الاخر، انه يجي انسان تلقى مكتوبك في الورقه يحب يطلب السماح في هالايامات هذه، في الشر الفضيل هذا، وحتى في مش في الشر الفضيل هذا، الانسان اللي يطلب السماح راهو انسان عظيم نستقبله ايسر. اهلا وسهلا. اهلا بك. مرحبا بك. عايشك. سيد ايسر زارتنا البركه. يعيشك وبيتك جعفر. يعيشك. منين جيتنا سيد ايسر؟ ولايه بنزرت جومين. 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 نعرف شو اسمها؟ سونين؟ سونين اسمها؟ فيها البحر، بحرها مزيان. عرفت اللي فيها الطفل؟ لا بالحق. بالحق؟ سونين هذه في بنزرت. وين هي؟ هذه يا ريت صعده هكا صعده. صعدة مثلا ما يعوموش فيها خاطر حجر، تطلع الصعدة هذيك تلقى الرمل والبحر. مرة محسن عندي صديقي محسن قلت له باش نمشي باش نعوموا باش نعوموا في خاطر انا ما نجمش نعوم، اولا ما نعرفش نعوم باليدا ونخاف لي يغرقوني. صارت لي مرة في البيسين واليدا بسم الله ما شاء الله شعر شربت تجي إتر ونص ماء في البيسين بك الكلور والجو كذا والشورت هبط موضوع. قلت له محسن حب نمشي نعوم وماذا بيه تهزني لبلاصة ما فيهاش برشا عباد. شد هيني نير هذا سونين. مشينا اخوي كي دخلت سونين ما ثماش عباد بعد نلقى صعدة هكا وطلينا. اقسم بالله ثم كي نقول لك 10,000 واحد يعوموا 10,000 هكا العباد قاعدين على الرمل وكذا ويعوموا ما عبي عمري ما. قلت له محسن اخوي كيفاش نعوم؟ قال لي اسكت اسكت. قال لي ثم فازة معموله كالهنا. قال لي جعفر اعمل وجهك بالطفل يديك بالطفل يعملوا اليدين وكذا والضحكه قوية. عملت وجهي انا محسن بالطفل ويدينا. انا كملت وجهه بالطاقه جعفور يا محسن. قلت له عليها يا محسن وهي هي عمت خويا في الظروف هذيك. انت من جومين؟ اي. قدش تبعد على بنزرت؟ ما نعرفش بالكيلومترات ما نعرفش، اما برشا بعيدة على بنزرت البلاد بعيدة برشا. نحكي 40 كيلومتر 30 اكثر 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 شوية. اي حللت اهلا. عايش. وانا زلت سهلا. نتعرفوا عليك. اقصى انواع الخيانة هي كيف تخونك صحتك وتصبح بين ليلة ونهار تعب ومنهار ومستحق انه شكون يقف لك حتى في ابسط الحاجيات اليومية. هذه حكاية أيسر، الشاب اللي حلم منه يعيش ويحقق أحلامه ويجنح في الطريق اللي حب يمشي فيه، لكن للأسف المرض خليه اليوم عاجز إنه يقدم، إنه يحلم، وولت أبسط أحلامه إنه ما يتوجعش. والليلة يحضر معانا يحب يطلب السماح ويشكر أمه اللي ديما واقفة معاه وتعبة معاه. أيسر اسمك؟ أي أيسر. قدش عمرك؟ 19 سنة. صغير صغرون صغرون أيسر. صافا امورك؟ الحمد لله. يا سيدي جيتنا من جومين. اي. قدش قريت شي؟ وصلت سنة سادسة وبطلت ظروف صحية. سنة سادسة وبطلت ظروف صحية. اي سي جعفر. باهي. وكنت تحب القراية؟ اكيد سي جعفر، كنت من الاوائل. انا جعفر برسم قايت لي جعفر. جعفر انت وخايف. اي. بطلت القراية في سادسة ابتدائي. اي. عندك خوات؟ اي عندي 3 اخوات، زوز بنات وليد. انت كبير صغير؟ لا انا صغير. قريد العش. الاخرين يقراو؟ اي فيهم اللي يقراو فيهم اللي يخدموا. قدش اعمارهم؟ خويا الكبير عمره 30 واختي 28 واختي الاخرى 25. فاش يخدم خوك؟ خويا يخدم في ميليتير. ميليتير اه؟ اي ميليتير. وعندي اختي تقرا فاك تو. ايه واختي الاخرى معرسه وباقيه في الدار. الله ربي يهناها. عايش. اقرب واحد ليك شكون فيهم؟ والله اختي المعرسه الحق. خاطر نحكي لها كل شيء، اي حاجه في قلبي نحكيها لها. برشا حاجات.
يكاو العقل. تتفرج في البرنامج؟ اي اكيد ديما كل نهار اربع. كل نهار اربع ديما مفلتوش البرنامج. وكيفاش قررت باش تجي البرنامج؟ الحق الحق ولا حبيت. جيت انا قبل ديجا وانا صغير عمري 17 سنه جيت لهنا قبل بعامين يعني. وين جيت؟ جيت لهنا حبيت زاد نجيب امي يعني نكرمها. يا اخي العمر صغير وكل شيء زدت رجعت تويك. مكتوب ربي. اي دونك انت السادسه ابتدائي خرجت. اي انت عندك مشكله صحيه؟ اي انا عندي اعاقه عضويه من الولاده من تولدت. من تولدت؟ من نهار من عمري نهار وانا في السبيطارات. من اول نهار وانا في السبيطارات عملت برشا عمليات ديجا برشا برشا. فيهم الحق اللي فادوني وفيهم اللي يعني عادي فهمتني؟ بعد وصلت قريت دخلت نقرا يعني. دخلت تقرا بالكروس؟ لا لا سي جعفر لا لا بالكروسه توا عندي عامي من صارت لي الحكايه. انت من الاول كنت نورمال؟ لا لا مش نورمال سي جعفر. ان صحيح نمشي لكن بصعوبه مش كيف اي انسان عادي فهمتني؟ يعني نمشي بالسيف يعني لكن نتحرك مش كيف ما هكايا فهمتني سي جعفر؟ صعوبه في التنقل في التحرك. اي ديجا حتى كيف قريت سي جعفر الست سنين انا في المدرسه بابا كل يوم يهزني الصباح يرجعني العشي هكاكا خاطر منطقه ريفيه وزيد البلاصه بعيده وزيد. قديش تبعد؟ بعيده على المدرسه دارنا 4 كيلومتر بينها هي والمدرسه فهمتني سي جعفر. شو بالكهرباء؟ لا لا ها منطقه ريفيه سي جعفر حاشاك يهز فيا على بهي. ايه كل يوم يهزني الصباح ويرجعني العشي. صبر. كاو ست سنين الكل تعداوا كيكه ورغم كيكه سي جعفر ومن الاوائل. كيف بدا الشتاء؟ كيف بدا الطقس الشتاء؟ اي سي جعفر نمشي شتاء صيف عادي نمشي نمشي. تحب تقرا؟ اي اكيد سي جعفر النهار نبقاه سي جعفر نعود نبكي نعود عاملهم الكل ماذا بيا راني في المدرسه ونقرا ومع اصحابي. ثم تنمر؟ اكيد سي جعفر برشا. جعفر انا اسمي. جعفر اوكي. كيفاش مثلا؟ في مسكين في شد داركم خير في علاش هكا برشا. علاش هكا؟ اي علاش هكا يعني تعذب في روحك في شد داركم. حتى لتوا سي جعفر حتى لتوا في الشارع برشا كلام العباد برشا برشا ذي الكل. اي هانديكاب سي جعفر ذي نعانيو منه يعني اي هانديكاب موجود في تونس. اقوى حاجه على شك شنو على شك؟ بدي نعيش في مجتمع يا ولدي. خويا ايسر تعرف انا باش نطلب طلب ان شاء الله ياخذوه بعين الاعتبار. انا نعتقد ان كون تونس اليوم من اولوياتها لا الاصلاح الاقتصادي لا الاصلاح السياسي لا الاصلاح الثقافي لا حتى شيء. اول حاجه يجيبوا لنا بسيكياتر 12 مليون تونسي يرقدونا. والله لا ننفدلك يرقدونا 12 مليون واحد ويعديوا علينا ونحن نبداو نحكيو الكلنا مرضى. والله الكلها مرضى نفسانيا. شيء تشوف في عباد تشوف في مستوى هبط للحضيض تاع قلة اخلاق وقلة احترام وتنمر. معناتها شوف عندنا المشكلة مثلا نتاع أصدقائنا وإخواتنا فهمني ولا جنوب الصحراء إفريقيا. ما نخلطوش يهديكم ما نخلطوش. وش يعملوا لي زافريكان؟ إحنا أفريكان. شو وش يعملوا لي زافريكان؟ وراهو فيهم الباهي وفيهم الخايب. فيهم الباهي وفيهم الخايب. وابري تو احنا خوات اون دي فرير دي سور خواتنا هذوكم لا نبيعوا لا نشروا باسم العرق وباسم اللون. ما تاجروش بقضايا. ثم ناس اموره مش مسويه قانونيا يغادر. نقطه للسر هذه خدمه دوله مش خدمه مواطنين. مش احنا المواطنين خرجوا في العباد قبائل في العصر الجاهلي. ايجنت يخرج ثم قانون كما في فرنسا عندك اوراقك
تفضل ما عندكش سامحني ولا سوي وضعيتك. الدولة هي اللي تتدخل. سامحني دخلت موضوع في موضوع. باهي. بعد ما كملت القراية ايش عملت بعد ما خرجت؟ سي جعفر طول مشيت للسبيطار خاطر الطبيب طلب عليا عملية في الوقت هذاك. كان سي جعفر ما نجمش نعملها يعني الله لا يقدر ما عادش نجم نمشي الجملة زاد. سي جعفر فهمتني؟ ايه؟ كاهو تلزيت سي جعفر وليت عملت اني بلونش. سي جعفر رغم هذا الكل راهو رغم الكوليج بعيد علينا ابعد من مدرسة برشا زاد. خاطر ومشيت انا ديجا جربت غاديك الحق ما نكذبش عليك سي جعفر ما قديتش روحي ما نجمتش خاطر في كل شيء سي جعفر خاطر بظروف البعد لازمني بين بيت غاديك ما بيت لازمني لهوة معايا شكو وبعيد برشا يعني بابا ما ينجمش يعني كل يوم باش يهزني للكوليج امبوسيبل صعيب برشا خاطر تعب اكثر من المدرسة معليش ملام هاي هاي معليش ملام معليش ملام بيه وليت التجأت باش نمشي للسبيطار نعمل عمليات قلت نداوي روحي يعني من بعد نرجع نقرا في بالي اكيك مشيت للسبيطار مشيت للسبيطار عملت عمليات برشا زاد قداش من عمليه عملت حكيت 4-5 عمليات على ساقي ويدي راهو سي جعفر يدي هي كانت معوجه راه انا علاش التجأت للعمليات خاطر يا شو يدو يا شو يدو العملية أنا علاش عملتها؟ مشيت بجست بالتجميل باش نستوي يدي كهو فهمتني سي جعفر؟ هذي الكل خاطر كلمات العباد ها يدو ها درا شنو؟ هاك اللغة سي جعفر هاك هاو لحظة يا خويا والله ثم عباد تقول مصنوعين بالجازوز هما مش من الطين فهمتني؟ معناتها كانوا هما صانعينهم من حاجه اخرى ماتير اخرى وما يمشيوش للتواليت كيما الناس فهمت قل احياهم قل احياهم يا خويا خويا ثم ناس يا خويا اش تعملوا معانا شبيكم شبيكم رانا زعفناكم ايش بيكم ايش بيكم خويا انا ممكن وليت مضبع زاد ولا مطلعين احنا يا ودي راهو ثم ناس يعيشوا معانا بالحق راهو هكا معناتها يوقفك واحد يقول لك يا شو يده هكا هكاك سي جعفر كلامات حتى في الشارع مع امي نعود ساعات تغيظني خاطر معايا امي تعود تحسها هي انا ميسالش خاطر مستانس بيه الكلمات العباد ونسمع ونتلف عادي ما يهمنيش لكن انا على امي تحسها تصور انت سي جعفر يعني تعود امراه مع ولدها لابس عليه يخرجوا يتفرهدوا عادي امي حتى تعود تدز بيا في الكروسه وتخرج معايا على الاقل نخرج سي جعفر يعني تحسها هي فهمتني حتى هي ما تحسهاش عادي تنساها انا ما ننساهاش سي جعفر خاطر قدام امي وانا امي ماذا بيا ديما فرحانه وماذا بيا ديما رافع لها راسها الحق والله فكرتني في قصة متاع واحد من ذوي الحاجيات الخصوصية ما يمشيش فهمني ولا منعوه باش يعوم في البيسين قالوا له ما تنجمش هانديكابي ما يعومش اطلع مولا لوتيل هو اقسم بالله العلي العظيم قالوا تنقول لك ما يعومش انت قالوا برا عوم في الشارع برا اخرجوا عرفت علاش تحقر شكون قال لك من ادراك ومن ادراك اللي هذايا اونديكابي كي بالك انت هو الاونديكابي خاطر الاونديكاب مش شكلا اخطر اونديكاب هنا فك التخمام والعقليه اخطر اونديكاب في التقطيع والترييش وانتهاك اعراض الناس اخطر اونديكاب في طفله تكيد لطفله تكيد لها طفله اي 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 تكيد لها اي حاجه تمشي لهذيك تعطيها اخطر اونديكاب رجال ولا تتقلقل اكثر من النساء هذا اونديكاب اي 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 راهو راجل وامه تقول جبت راجل وكذا يتقلقل اكثر من نساوين يا ولدي شي حشيك صاحبي جوك احلى جو بسم الله عليك بسم الله ما شاء الله نوار منور وجهك سمح وربي يعطيك هكا تبسيمة مصرارة الله وحد عليك اللي ممكن ثم ناس فقدتها ثم ناس ربي لجملهم
وعندك قوة شخصية فهمني، واحد آخر مثلا مأثر فيك، واحد آخر لا يجي البرنامج ولا يحكي ولا كذا، أنت خويا عندك قوة شخصية اللي بتتر أنا ما عنديش. به عمليات بطال علاج متاعي الحق سي جعفر برج بقيت حكيت 4-5 سنين ذا عملية ورا أخد، وعرفت نعمل عملية نبقى يعني سي جعفر حكيت 4-5 شهور باش نقوم منها يعني نبقى واي في السبيطار سي جعفر وانا وامي زاد وانا وسبيطار السبيطار القصاب قصاب سبيطار القصاب من لول سي جعفر اول ما تولدت يعني عداوني السبيطار الصغار عديت فيهم بعدك كيف كبرت شوي بعثوني سبيطار القصاب يعني انت بوك يهزك على ظهرك على ظهره الوالد كان يحملك على ظهره حمل فيا سي جعفر ويهزني والله والوالدة كيف 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 سي جعفر على ظهرها على كيك صحيح قداش مسافة 3 كيلومتر سي جعفر كيك وتمشي ومشي اي برسمي سي جعفر تعبتهم برا الحق برشا عائلتي امي وبابا حتى اخواتي الكل الوالدة تهزك 3 كيلومتر على ظهرها وي تهزني سي جعفر وتوصلني باش انا نوصل نقرا ونوصل عندي نهاري سي جعفر وكه فهمتني حتى في السبيطارات سي جعفر اكثر مده هما الوالدين ما يراوش يتعب هذا راهو في حب وي. واجب صحيح قمه التضحيه مال الوالدين برسمي امي يعني هملت صغارها الاخرين هملت دارها معايا سي جعفر في السبيطارات اعطيها انا بركه نقوم ونرجع لباس وكه هذاك هو الحل اجمالا للتو قداش من عمليه عملت؟ يمكن حكيت 10-11 سي جعفر من تولد سي جعفر أول عملية عملتها وأنا عمري 6 شهور ذيك أول عملية صبر ولاباس تو ما عشت مع عمليات أخرين والله سي جعفر فما لكن لهنا صعبت في تونس صعيب باش سي جعفر نقوم بالكاروسة ونرجع فما أمال زاد باش نرجع نمشي على ساقي فما بروتيز سي جعفر ترك في المخروق وفي الركبة لهنا زيجا باش نرجع نمشي كلمنا انا وياك قبل وي لحظة فيسبوك فيسبوك تقابلنا زاد انت امي معايا وي امي معاك انت اللي كلمتك الجمعية وقتها وي انا هو زيجا انا هو نعرفه تفضل عنده أكثر من عامين يحكي معي أكثر من عامين علاش خاطر السن القانونية للحضور في برنامج يلزم يفوت 18 سنة للأسف في وضعيات كيما هكا للأسف والحقيقة ما عملتش معاه الواجب أنا ما نجمتش حاولت ليه سي جعفر والله يرحم والديك أنت عملت لي برشا حلول سي جعفر أني عرفت أن العملية متاعي باش تتعمل خاطر كان مش أنت سي جعفر أنا ما نعرفش العملية متاعي تتعمل ونرجع لباس ولا أما سي جعفر أنت راك حليت لي برشا بيبي والله والله يرحم والديك سي جعفر لا والله عايشك سي جعفر وربي يبارك محلاه محلاه تفل محلاه محلاه تفل الدنيا ليه تو الفيلم كله رجع لي عامين نحكي معاه هذي عامين 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 نحكي وراه برسك يوميا برسك يوميا وتكتب انت تكتب يكتب يكتب معناتها عنده امل شادد في امل وانا ما نجمش نكذب يا خياني معناتها سامحني لو كان نهار من نهارات قلت لك تو نشوف لكن انا ما نجمش نقول ما نجمش نوعدك نجمتش فهمني خاصة كيما قلت لك مسألة العمر به دونك كملت القراية ما كملتش تقرا عملت تقريبا أكثر من 10 عمليات هكاك سي جعفر من بعديك سي جعفر كي حسيت روحي خير ورجعت لاباس حبيت نرجع للكوليج نقرا ورغم سي جعفر فت العوام لكن ما سالش قلت نرجع نقرا 7 وما سالش ونحاول باللي نقدر
المهم نكمل قرايتي ونقرا. لكن سي جعفر وقت اللي مشيت للكوليج قالوا لي وفاه الوقت، يعني ما عادش تنجم ترجع تقرا، خاطر بقيت اكثر من 6 سنين سي جعفر باش رجعت للكوليج. باش وقت اللي حسيت روحي انا خير وخفيت شوي حبيت نرجع، يعني ما قبلوش اللي ما عادش. رغم هكاك سي جعفر والعمر نتاعي لحظه تحب ترجع تقرا؟ اي سي جعفر تو 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 سي جعفر كان يقولوا لي ترجع تقرا من السنه الاولى مش من السنه السابعه سي جعفر. انت 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 خرجت من السادسه ابتدائي؟ اي هذه عندي انا، هذه عندي انا، ترجع تقرا لازم ترجع تقرا. انت مش تطلع جن في البلاد، اقسم بالله ما تطلع حاجه كبيره في البلاد. انت ابكي ابكي، انا كيما ديما نحكي للوليدات الصغار قول له ابكي على الثقه، الثقه والقلب. انا اعطيكم انا مثلا القلب، القلب انا نعملهم الكل، نعملهم الكل يا ودي. ما شني خي، انا عمري ما كنت اتصور اني باش نكون منشط في حياتي. انا وقت اللي قلت له باش نولي ممثل ممثل باش نولي ممثل، هذي قلت له والله نولي ممثل، والله لما نولي كيما لامين النهدي. اوه باش نولي كيما لامين النهدي، قلت له والله لما نولي يضحكوا علي في القهوه اقسم بالله خمسه ثانوي. قلت لهم لحظه ويضحكوا ويضحكوا، ومثلت انا وعملت وان مان شو وكذا. يا ودي القلب يا ودي حط في راسك، حطها في راسك، حطها في راسك، حطها يا جماعه يا اللي تتفرجوا فيا ويا اللي تتفرجوا فيا في دياركم، حطها في راسك، حط بروجي. شوف مش نحكي حاجه لك انت وللساده المشاهدين، من هو اعظم مخرج في الحياه؟ لو بلو غران ميتير اون سين، المخرج الحقيقي في الحياه هو الله. ربي هو اكبر مخرج في الحياه. إيش معناتها؟ شو الإخراج؟ هي حكاية، ربي عامل حكاية عظيمة فيها شخصيات، احنا كلنا شخصيات ربي خلقنا. ثم شخصيات ما يحبش يكون شخصية ثانوية في الحياة، ثم شخصيات يقول لك أنا يلزم يكون شخصية رئيسية في الحياة. أنتم تختاروا، مش ربي اللي قرر سبحانه، ربي خلقنا، أما نحن نختاروا شنو الشخصية اللي نكونوها؟ ما نكونش شخصية ثانوية. عليه بابا. أنا خلقني ربي خليفة الله في الأرض باش نكون شخصية رئيسية أنا. شخصية فاعلة في الأحداث. مش شخصية معيقة. ولا شخصية يدفعوها للأحداث. شكون يدفعني للأحداث أنا؟ أنا ندفع الأحداث. وأنا نغير الأحداث. أنا. ما نستناش. هذا جانب. علاش قلت لك هذا؟ الله وهو المخرج العظيم للكون هذا اللي خلق لنا اقوى اضواء، هنا بروجيكتيرات تاع بشر، واقوى طبيعه واقوى ديكورات واقوى شخصيات واقوى حكايات الحياه، ربي سبحانه. تعرف علاش هو اعظم مخرج في الحياه؟ خاطر عنده النهايات. لي شوت. النهايات الكل عند الله. احنا كبشر فهمني ولا لازمنا نطبقوا اللي قالوا لنا ربي ولا يلزم تكون عندنا النهايات. فاش يلزمني نعرف وين نمشي، نخطط كيف مثلا طيارة ماشية من تونس الأورلي ولا شاردي غول، يجيش طيارة طالعة من كرتاج وماش فاهمة وين ماشية. يلزمك تسطر تقول أهي الديبار، النقطة متاع الديبار اللي يلزمني نوصل لها أهي ونخدم لها، نسكر ساعة وذنية وننطلق. أما مش مشجعك حد خطرة كلها باش تبدأ تعيق تعيق نوصل. انت تبارك الله عليك عندك عامين تحاول وهك جيت ان شاء الله ربي يجري على سلاح. دونك بالنسبه للقرايه باش ترجع تقرا ان شاء الله. يا عايش ان شاء الله. يا عايش سي جعفر يا عايش. ايه شنو هو اخر؟ بعد سي جعفر ما كملت فقدت الامل الحق، خاطر قالوا لي ما عادش باش تقرا، ما لقيتش حتى حل سي جعفر، وليت لقيت سونتر اونديكابي في منوبه. ايه رغم ذلك حبيت ندخل فيه فورماسيون، قلت نقرا فورماسيون، دخلت سي جعفر خاطر بالرسمي وقت. انت ايدياتك تنجم تكتب على الاورديناتور؟ اي سي جعفر ديجا الفورماسيون اللي نقرا فيها تويك في سونتر اونديكابي فورماسيون انفورماتيك. يعني ودي تنجم تولي جيني، انت اقسم بالله تنجم تولي جيني بتاع انفورماتيك. ايه باهي
قريت عملت فورماسيون. اي اي سي جعفر نقرا تو ديجا سنة يعني ناخذ الدبلوم تاعي. ان شاء الله بارك. وباقي في السونتر هذاك بالمبيت وليت والحق تأقلمت معاهم خاطر بالرسمي لقيت صحابي غادي سي جعفر. الكل من ذوي الحاجات الخصوصية. اي اي هو السونتر تبع هانديكابي. اي الكل. شنو هي الأجواء غادي؟ الحق ولا سي جعفر من أول نهار تأقلمت معاهم على الآخر. اي. والحق لاهين بينا غادي بالكدا يعطيهم الصحة الحق. حسيت روحي خير اكل اما رغم هذاك الكل سي جعفر باقي القرايه الاساسيه هي اللي في مخي حتى لتو سي جعفر ديما ماذا بيا قرايتي هي الاولى الساعه رغم هذا سي جعفر وعملت فورماسيون وتويك هاني نقرا انفورماتيك سنين ناخذ دبلوم ان شاء الله بالبيت اي مبيت غادي سي جعفر شكون يتلا بكم في المبيت والله سي جعفر في بعضنا غادي مع بعضنا الحق في الشومبر احنا غادي اللي يستحق حاجه نعاونوه في بعضنا ثم شكون يمشي على ساقيها؟ اي سي جعفر فما اللي يمشي على ساقيها وفما في كروسة كيف هكا. الإعاقات الكل سي جعفر فهمتني؟ قداش من واحد؟ احنا في الشومبر نتاعنا ثمانية مع بعض. باهية واسعة؟ اي واسعة سي جعفر. فوايي؟ اي فوايي كبير. الماكلة غادي؟ اي الماكلة غادي عليهم هما سي جعفر وكل شيء والقراية عليهم هما. فيه الحق خير برشا. شو اسم السونتر هذا؟ مركز حوادث الحياة منوب. مركز حوادث الحياة حوادث الحياة ربي تصفقوا عليهم قالوا لي لكونوا جاوا الفريق بتاع البرنامج باش يهزوك من السونتر ما حبوش يسيبوك اي سي جعفر فهمتني يشيعوك للباب صحابك هذوما اي صحابي سي جعفر حتى البيرسونيل اللي يخدموا غادي جا شوف قالوا باش نهز فما واحدة من زميلاتك ما سكرت عليهم الباب قالوا ما نخرجش صحيح سي جعفر والله وصلتني بحذا الباب اي هذه قداش عمر هذه؟ والله في 30 هكاك سي جعفر يا كبير مخي مشال بعيد لا لا سي جعفر تعرف مخي خامش ودي ريت الحب صاحبي اقسم بالله للي عمره ما حب يسمع يا ولدي الحب ما عاد يكيدك شيء يبداو يتكلموا كذا ما عاد تسمع في حد حب والله لا هو عادي الحب والله لا هو عادي الحب كلمة تهزك كلمة تجيبك ساعات انت اللي تحبها تتعارك انت وياها على حكايه فارغه علاش ما قلتليش الو علاش قلت ثم حب من حب ثم حب يطور ثم حب يهدم ان شاء الله ربي يحبب فيك خلقه عايشك سي جعفر ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى تستحق كل خير عايشك سي جعفر ايها الفتى الجميل عايشك انت اليوم مستدعي امك اي سي جعفر امي خاطر حبيت نرجع لها حتى 1% من اللي عملته معايا سي جعفر حبيت نجيبها قدام 10 ملايين تونسي اكثر من 10 ملايين 12 مليون تونسي سي جعفر حبيت نطلب منها السماحه اول حاجه خاطر تعبتها سي جعفر بالرسم خاطر 19 سنه راهم مشاو من عمرها خساره سي جعفر راهو سي جعفر 19 سنة وهي في السبيطارات معايا هي استحملت عليا كل شيء سي جعفر مهم لعائلتها دارها كل شيء سي جعفر المهم أنا نبر ورغم هذا ولتوا سي جعفر معايا واقفة لتوا ريت سي جعفر رغم هاني في السونتر تويكا ومع صحابي وكل شيء تليفونات سي جعفر كل ساعة تطمن علي كل ساعة لم كل ساعة اسمعني أنت تنجم معناتها علميا نجم ترجع تمشي؟ اي سي جعفر فما امل سي جعفر تمشي كيفاش؟ فما سي جعفر بروتيز تركب في المخرج لهنا والركبه سي جعفر ونرجع عادي سافا نرجع نجم نرجع نمشي سي جعفر تمشي اي كيف اي انسان سي جعفر باهي وانا ما عملتهاش؟ خاطر في تونس صعيبة سي جعفر وسم بروتيز غالي شوي قديش؟ بين 9 ملايين و 7 ملايين سي جعفر وانا ماك تعرف سي جعفر 9 ملايين انا مرة جا بحذايا حلمي الله يرحمه وينه الله يرحمه وينه وكان من بين احلامنا الكل انه نشوفوا حلمي يمشي مشيئة ربي
معناتها كيفاش يقولوا فيها اللهم لا اعتراض، هذه مشيئة ربي، ربي حلمي حب يمشي، لكن ربي حب ويمشي ممكن العالم أخير. أنا الحقيقة إنسان في كروسة وثم الإمكانية أنه يتحرك على ساقيه ويولي مستقل، احنا لا اللهم لا اعتراض، فهمني ولا ندزوا الناس كل مع بعض ليه؟ بروتيز تاع المخروق قدش يعمل؟ بين 6 و 7 ملايين في الزون هذيك سي جاف، راني قلت لك. وبتاع الركاب؟ راني قلت لك بين 9 ملايين و 7 ملايين. ونرجع عادي سي جافر كيف ما اي انسان. نجم نرجع نمشي. والعمليه وين تتعمل؟ والله سي جافر في تونس قالوا صعيبه شوي. طب اللي هنا قالوا صعيبه شوي. لكن سي جعفر في تركيا رجعوا لي يعني الرابور سي جعفر. اي؟ تتعمل له عمليه و 100% ناجحه. ونجم نرجع كيف ما اي انسان. انت بعثت الرابور؟ سي جعفر على طريقه كثيره سي جعفر. رجعوا لي الرابور سي جعفر. ديجا عندي رابور توا. رجعوا لك؟ اي رجعوا لي سي جعفر الرابور، تتعمل له عمليه و 100% ناجحه. سيت انا سيت انا انا ما اطبخ ما فكرت تو مدام عايده. اي مدام عايده ربي يبارك لها. اي والله تحيه لها. بعثت الرابور؟ اي بعثت الدوسي نتاعي كامل، صورته لها سي جعفر الكل، وهما عملوا غادي ستاف وعملوا الرابور وجاوبوني. جاوبولك قالوا لك تنجم تتعمل العمليه؟ نجم تتعمل سي جعفر العمليه 100% ناجحه، نجم نقف من الكاروسه ونرجع كيف ما اي انسان. خاطر سي جعفر عندي الاحساس في ساقي، نحس بها عادي كيف ما اي انسان. لا كي تمس. اي عادي عادي سي جعفر كيف ما اي انسان. كي تمس؟ تحس عادي. تحس؟ تقرص تحس؟ نحس عادي كيف ما اي انسان. لكن سي جعفر مخلوقه خاطر مخلوعه هي. فهمت؟ هما كي باش يركبوا البروتيز باش يرجعوه. فهمتني سي جعفر؟ معناتها بسبب الخلعه هذايا عملت لك برشا مخلفات في ظهرك في بدنك. صحيح كيكه بالضبط سي جعفر. هما خلعتين في نفس العام سي جعفر. خلعه الاولى في الولاده هذه. ليه سي جعفر هي الحاله نتاعي هكاك. طول المده صحيتك خلقي. سلسلة حاجة تمس حاجة. لكن سي جعفر الخلعة صارت لي قبل عامين وقت الحكم عليا طبيب الكاروس. قال لي راك باش تزيد تمشي أكثر راك باش تزيد تضر روحك. وكي تمشي في التقرير قالوا لك بالعكاكز ولا تمشي نورمال؟ ليه كيف ما أي إنسان عادي. بروتيز خاطر باش ترجع المخروقة لبعضها لهنا ترجع كيف ما أي إنسان نمشي. هي خاطر من هنا سي جعفر مسيبة. يعني من بعضها ما نجمش نتحكم في ساقي بالكدا. لطف عليك لطف عليك لطف عليك. ان شاء الله ربي يجري على سلاح. عايشك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجري على سلاح. امك شو تقول لها؟ تقول لها يا امي بالرسمي سامحني، حبيت نطلب منها السماح بالرسمي خاطر تعبتها تعبتها. كيف ما قلت لك سي جعفر 19 سنه وهي تعاني فيا سي جعفر. انت انسان أم وبو راهم يجيبوا صغير باش يفرهدهم في المستقبل وكل شيء، أنا سي جعفر جيت زدت عليهم 19 سنة وهما يعانيوا فيا سي جعفر. لا 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 رافضين كلامه ولا؟ برسمي كلموه احكيه خاطر تعبتهم بالرسمي سي جعفر على الأخر زاد. أمي عادي تو تضرب معايا بالعام وشهرين سي جعفر في السبيطار من غير ما تخرج. ما عندهاش مزية أمك. صحيح اما سي جعفر بالرسمي خاطر ما عندهاش مزيه. امك 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 تعمل فيه بحب. والله كان واحد اخر يقول لك اما امك راهي تعمل فيه بحب. صحيح سي جعفر. وابوك يعمل فيه بحب. اي وبابا زاد. شو اسمها امك؟ روضه. روضه. اي بخلنا نعيطوا الروضه من بعد نكملوا نحكيوا. استقبلوا الله روضه. استنى تفضل. مرحبا بك. زرتنا بركه لا روضه؟ عايش كنت بركه. لاباس عليك؟ والله لاباس عايش. مرحبا. لاباس عليكم. من جيتنا لا روضه؟ من بنزرت. من بنزرت. من بنزرت من جومي.
من جومين. ايه باهي جومين. تتفرج في البرنامج اللي روضه؟ اي نتفرج. هي حسب رايك شكون مستدعيك اللي روضه؟ والله اعلم والله ما نعرفش شكون. ما عنديش مشاكل، ما عندناش حتى حاجه. ما عندكش مشاكل؟ لا حتى شيء. صلي نصلي ونطلب في ربي. اي صلي لوليداتي وللناس الكل. ما عندكش مشاكل؟ لا ما عندنا شيء. ثم انسان ما عندوش مشاكل؟ ما معناتها حاجه هذيك كي تبدا ضروري، معناتها في عائلتي حد مريض ولا حاجه هذيك مشكله، معناتها مع حد باش نعرك ولا حاجه، لا مستحيل. نطلب ربي ولوليداتي وللناس الكل. ما عندكش علاقه بالتهريب؟ لا بالعكس. بالعكس والله. تاي اخضر تاي احمر؟ لا ما نشربهوش. ما تشربش تاي؟ لا راجلي يشرب، انا ما نشرب. شنو هو التاي اللي يشرب؟ تاي احمر. ماما كاو كاو تشد وسيبو. تاي احمر قداش مره في النهار؟ مره واحده كاك. مره واحده تغطي عليه؟ هاك. قداش من مره يشرب تاي احمر؟ كياس ممكن اثنين. برد الثاني ليه؟ والله يشرب كياس ويكون يعاود هكا هو بس. والله باهي. ثم كاكاويه يا خوشي كاكاويه. كاكاويه تعود في رمضان شويه هكا. اسمعيني يا اختي توا احنا توا في التلفزه نحبك تقري تحكي الحقيقه. كيف كان في رمضان كاكاويه يا خو؟ لا كي تبدا هذاك في سيور الايام تبدا واحد عنده هو ما تبدا ما عندهاش هذيك لا غير ما ماهوش ديما ديما معناتها. انت قلوب بيضاء؟ هو صريح ما عنديش شكل. قلوب بيضاء؟ لا قلبي ابيض. لا لا مش قلبك مش قلبك. في السهريه في السهريه تاكلي قلوب بيضاء؟ كي تبدا عندي ناكل، كي تبدا ما عنديش راني. باهي شكون مستدعيك حسب رايك؟ والله اعلم ما عرفش. لمحت قلت لك قلوب بيضاء كاكاويه تاي شناهي؟ ما القلب ابيض ما عندي حتى شيء والله اعلم. انا مشي سادعيني ممكن يحبني الله اعلم ما نعرفش من ولادي من عائلتي من اي واحد ما عنديش معناتها حد معناتها عندي ظاهرة نفس موم. والله هاي شوف شكون استدعاك. هذاك هو يسر رويلتي. هذاك عيني نخزر به. ها هذاك ايسر. هذاك عيني نخزر به. هذاك ايسر عينيك اللي تخزر به. هذاك هو كل شيء حياتي هاك. هذاك الروح نتاعي هاك. ماذا بيه ما يبعدش عليا حتى درجه هاك. هذاك هو هذاك ايسر. هاي قلت لي جيب لي امي. يا يومك. اي يعطيك الصحة سي جافي. عسلامة ما. عسلامة بابا. وينك توحشتك راهو برشا برشا. والله اكثر ناي توحشتك ونلقى هكا النخت يا ايسر. عايشك ما عايشك ربي يخليك لي يا امي. ربي فضلك يا ايسر وربي ان شاء الله يشفيك. عايشك يا امي ان شاء الله. منا لك الشفي يا ايسر وهذاك هو. عايشك. امي انا راني جبتك اليوم بحث سي جعفر قدام 12 مليون تونسي حبيت نطلب منك السماح يا امي. عليه هاي صرفي برسمي مرة وتعبت. أول حاجة اللي عملتها معاك نتني اللي حاجة اللي نحبها تداوى فيها ويطلبوها علي أي طبيب نحي من بدني ونعطي الولد. المهم نحبك أنت ترتاح، نحبك أنت متفرها. يا عايش هذاك ما طالب عايش يا ما. ما عندي حتى مزية عليك يا ما برسمي. أنا نعرف عذبتك أنت وبابا برشا نعرف. ما ضحيت معايا يا برسمي. ما فهمش معاك أنت ما اي حاجه اللي تقول عليها بركه نمشي مع ولدي. نعرف يا ما والله. اي طبيب برسمي يا ما سامحني برسمي سامحني سامحني يا ما. مسامحه ولادي مسامحاتك دنيا واخر. المهم ترتاح انت الحاجه. نعرف اي طبيب اللي يتفرج فيا ويصير يعمل العملية ويرجع عادي ويمشي يدروش ويدوش وحده اي حاجه يعملها باش حتى كنموت نموت متهني. تطفى عليك نحي ركبتي ونعطيها لولدي. نحي ركبتك. نحيها ركبتي. نحبها هايسر لاباس وما يهمنيش في ركبتي. حاجه بجاه ربي تحكي بالحق. والله والله يا خويا جعفر
قلبي من داخل أي حاجة قطعة من بدني نعطيها لي هو، ونحبه هو متفرهد فسر الناس الكل. مانيش نحلف لك أنا، والله 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 أي طبيب اللي يتفرج فيه نحي ركبة ونعطيها ليسر، ونحبه هو يمشي كما السعارة كله. نهز فيه، نهز فيه من اللي هو صغير. تصور انت 4 أيام الطبيب قال لي ارتاحي في عقلك، نافس ابقي في عقلك، وتو من بعد راهو يداوى ولدك وهزيه. هذيك قلت لا ما نبقاش حتى نهار، اي طبيب نمشي له. العمليات الكل عملهم، فما عمليات هم الصعبوا عليا، المخروقه والركب ما نجمش يطلع الدروس، قاس على قرايته، القرايه يبكي عليها، يحب يوسف يجيب في معدل 12 13 14 ورغم ما يمشيش، يمشي كي يبدا نهار بارد نمشي نعرض الصغار ناخذ الدروس من عندهم ونهزهم لهم نقول لها يسرها، ويعود يبكي. ما انا مانيش قاريه، ما نكذبش عليك مانيش قاريه، نقول لهم وروني الدرس انا وقريتوه اليوم، ونركبه على كرايمي ونهزه ونحبه يوصل. والله نركبه على كرايمي، كي تبدا نهار بارد ما تمشيليش نهزه على البهيمه حاشاك نركبه، ولا كان نبدا نهار مش ما تنجمش تبعه واد مش نركبه ونهزه، وربي يعطيني قوه من عنده. قداش من كيلومتر؟ ها؟ قداش مسافه؟ والله تمت حكايه ساعتين مشي هكاك. ساعتين؟ ساعتين على كرايمك؟ والله نمشي ونرتح بيه، وسهل حتى اي واحد تحبه المدير نتاعها معلميه اطلبهم قول لهم ايسر كيفاش، ويقولوا له المعلميه ابقى ايسر. ابقى ما نهار البارد ما تجيش تو خذ الدروس تعرض امه، يعود يبكي. مره الاولى يقول لي ما يسالش ماما ما يختار خلنا نبقى هاي الدنيا بارده، يرجع نجي نطلع عليه نلقاه يبكي، نلقاه تحت الكوبيرت، يحسهم هم ماشيين الصغار ويعيطوا على بعضهم ويهزوا الكراتيب، هاي سرينا نرجع نلقاه يبكي. نهار هذاك اني ما نجمش نخدم حتى شيء، نعود نبكي وحدي. نحبه يوصل كيف نداده، نحبه يقرا غير ما الله غالب بحكم ما نجمتش. يمشي يومي نهزم. والله ما نوصل راني ونفرحك يا ما والله. في قصاب اسهل اقول له، رقدت معاه 4 شهور، عمل العمليه، خرجت نهار العيد بقينا نهار ورجعت انا وياه راقدين، كلهم يحبوه فريم اي واحد، قول لهم ايسر تو يشوفوا واش يحكوا لك عليا، يعود مجوع ويضحك يخلط الطبيب يضحك. وفي رمضان اني ما نسحرش، بات بلاش السحور، يجيبوا لي البنات يرحم والديهم الكل فرامل فميك، يجيبوا لي معاهم يقولوا لي السحر ياك السحر، يفيقوا يقول لي يا ماما السحر يا وخلي وش يهمك فيا، مشني مجوعة لاباس، ونرجع الماكل ونبات بليقش ونضحي معاه. رسمي سي جعفر عذبتها خاطر بارش جي فهمني، ما شكون عذبتها؟ يقول لي ما عذبتهاش، ما عذبتهاش، ما عذبتهاش، ما تقوليش عذبتك، ما عنديش حتى أسكت. ما عنديش حتى مزيه عليا. شنو عذبت هذه امك هذه؟ عذبت مالك ما نتعذبش عليك، مالك شكون مش تعذب عليا؟ يا هيا الماما هيا يا هيا قول لي جيت كان ما تعذبش عليا انت، شكون مش تعذب عليا؟ مش تعذب عليا شكون نهزه تاني، ما نعمل قوه من عند ربي، قوه في السبيطار وهو يسهلهم الكل. قصاب 4 أشهر قعدت معاه، يجي فرملي يقول لي ساعدي تنهزوه، انا تنهزوه نعاونوك، نعرف ايسر مش يعطبوه نتحمل هك، خليهمش يمسوني قاعده هك شوي باش يقعد ايسر بالقياده، ونوكله وعاملين لنا تلفزه فميك باش يتفرج باش ما يقلقش، والطبيب اللي يجيه موجوع يضحك في وجهه، وقعد الطب يستغربوا فيا يقولوا لي اخزري، عاملين لي هك الحديده في يديه هذيك التسليح يديه، خدتي ساقيه الميل اللي يجري من ساقيه لوط، ونحمله ونهزه هكايا، وما يحبش ويحشم حتى باش نبدل له حوايجه قدامهم، نحمله هكايا بشوي ونبدل له ونعمل ملح فهكا نتغطى به، ما يحب حتى واحد يمسه، علاش هو قال لك ما عذبت؟ ما يحب حتى واحد يمسه، حتى اخواته، عنده اخواته اكبر منه يقول لهم لا خليها هي، كل شيء ناي نشربه، يطيح لي 3 مرات، يديها سهله، يديها هذيا دونشاتها الجلده من هني. نهزها هكايا ونهزها الباجة ويعملوا لها الزبس 3 شهور في الزبس، في الصيف يعود الزبس يسخن عليها، نحط المروحة ونقول لها يا يصير يتعب من المروحة على قراجمه،
نشد غطاء حاشاك ونعود قاعده حذاها هك الصيف كامل من قيل نعود قاعده حذاها هكا باش يصير ما يتعبش. وكل شيء كل شيء نخدم فيه وما سلمش فيه لحد. نتمنى يا ربي هاو رمضان يا ربي حن يعمل عمليته ويطلع عيسر الدروج ويمشي باش حتى كنموت نموت متهني عليه. ما عليه ان شاء الله يا ماما والله حتى واحد باش يحسها يحشم هكايا حتى كتشد له وتقول له هاي ياسر نطلع كل حاجه تحسها هكايا حاجه عندها صعيب. والكروسه والله ما نبره ونفرحك راهو الكروسه عندها يقرا لهني في السونتر الطب وقت اللي جابوا لها طبيب نفساني فهم للسبيتار يحكي لهم على القرايه راني هكا راهو قرايه يقول لهم نحل عينيا لا نمشي لا قهوه لا نمشي حتى لبلاص نبقى كان راسي راس امه من الليل لليل نبقى انا وياها ديما نحكي كان وياه كي يحكي لهم على القرايه هكا ويبكي قالوا لي ها فما سونتر لهني تاك الفريم السرفايو يرحم والديهم الكل الحق. ومشيت لهم فميكو والمرجد نتاع السبيتار ودخل فم في السونتر يقرا والليل نكلمه والصباح نكلمه ونوصي معاه الاولاد وكلهم وخوه يتعدى له كل جمعه يجيه يدوش له ويبدل له ويلبسه. ونهار الجمعه عنده اخته كاريه في البحر الازرق اكبر منه فميكو معرسه يمشي نهار الجمعه ثاني يمشي لاخته فميكو يبقى ثلاثة ايام تبدل له ثاني وتلقي له ونيتفرهد شوي ويرجع ياخذ تاكسي من فميكو من قدام السونتر توصله غاد. حاجه نعم عندك ولاد اخرين؟ عندي زوز بنيات وعندي بنيه ايش تقرا؟ عندي واحده عامله ماستير السنه تقرا بالله ما شاء الله خرجت متخرجين. انتم في الريف تعيشوا؟ نعيشوا في الريف ونهز في البعد نتاع المين نهز فيما على ظهري ونهز مع البهيمه وقت اللي ما تمشي ليش نهز انا ظهري ونهز. شو اسمها البلاصه؟ جومينه؟ جومين بازين بازينه؟ بازينه اي لحظه بالله انتم فهمتوا المراه هذه شنو ولا هذه مراه من ريف تونس من اعماق تونس من قلب تونس لا ماء لا وسيله نقل على بهيمه حاشاكم قري في ولادها وصلت بنتها ماستير. ماستير شنو؟ متخرجين سيونس ولا ما قريتش هم ربي عاينهم وهو قراي ثاني هو تشوف فيه قراي ويحب يقرا. تصور انت هي نجحوا حتى في الباك مانيش كيف الناس هكا الفرحانه اليوم هم ما حبوش باش على يسر ديم يقول لهم لا هذا حكوا فرحوا عليه عشان تبقى فكي تولي وهم عليا يبكوا ويحبوا ويسر باش ما يحسش حتى بحاجه. واو كيسله قول له حتى اي حاجه اللي عندهم لازم يقسموها مع بعضهم هذيك الحنان اللي فيهم نطلب ربي معاهم مع خويهم يعاونوه حتى في اي حاجه يتعاونوا خويهم يعاونوه حتى نقول لهم نايا لا ما تتلف امكم هو اكثر هو اكثر وقت تهنوني على ايسر اللي يطلبها بتليفون واللي في الليل يتفكرها فيسبوك ما نعرفش كل شيء انتم ديما تفكروه وتفقدوه ايسر رقد ايسر ماكل ايسر شبعان علشان مرتين الخلعه هذيك في ساقيه يرقد يجيبوه لي منها مره كريت له كهرباء في الشتي شتي الفيط والسنيزه الخلعه في ساقيه الاخر نقول بتفقدوا لي ايسر وهم كيفاش قولوا لي ما تطلبوني شنايا هم وطلبوه هو الاول وقولوا لي ياسر كيفاش؟ من المراه؟ حب هايسر متهني راهو يا خويا جعفر والله 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 يا كعبه حلوه لا ياكل هايسر علي اي هم ولادي صحيح ربيتهم ونحبهم وكل كمانيش اما هو ما نكذبش عليك هو ياسر ياسر متعلقه بيا يرقد نقول له ارقد بابا خاي شويه على يدي ارقد شوي باش نجبد يديا باش يجيك النوم ترقد كي يبدا من جوا وفي السبيطار كلهم علي اتصور الاخر نعاون فيهم للفرام نقول لهم خل نعاونكم على حاجه هوني قلقت خليه باش يصير انا خليه باش نبدل الجو عشان انت 4 شهور خليه في باب سعدون اي سبيطار نمشي له نرقد فيها معاه عنده الحق يكرمك ونحب عنده الحق يكرمك يكرمني اما ما عنديش مزيه ما عنديش مزيه عليا قد ما نجري وقد ما نهزها قلت لك والله والله هاو عواشر وهاني نصلي ونطلب في رب اذا اي طبيب يتفرج في البرة في الخارج ينحكم من اركابي الاثنين مش ركب نعطيهم لايسر المهم لايسر يبرا ويرتاح كيف الصغار كله يهبط ونشوفه هو قال بتصفقوا عليه هي 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 نسألك سؤال اي بابا وتجاوبني بكل صراحه كي تبدا تحوس بايسر بالكروسه أي. وتشوف مثلا واحد هو امه
نشوفها حسها ولا حتى كنشدها يديها ولا نمشيه يقول لي لا لا ما نمشيش ما يمشيش حتى البلاصه ما يمشيش هو ما نمشيش هو لاي. يقول امي تحس والله قال تحس كي تشوف امراه هي ولده يحوسوا كذا تحس عليا انا نعود نتربش عليا انا نعود نبوس الكرايم ما نحبش باش نحسسه نبوس لها كرايم ونعود منا شافي ولدي شافي ولدي محليه شافي هكا شكون اللي يجيب ولدي نايا باش ما نحبش ايسر يحس في حاجه هكا خويا هنيئا لك والله هيا قفق اجا بحذيه اجا بحذيه من عايش اجا بحذيه غاد خلينا ندوروا لحظه سامحني ندوروا وتلفتوا لهنا اجا بحذيه من ايش عايز خي ما عندي حتى مزي عليك بابا خي ريحته بركة ريحته بركة أكثر من ليش بابا خاي ما عنديش حتى بزي هاي غير رسمي وما راني عاد هاي صر خايط سامحني تبكي انت قلبي من داخل يبكي سامحني ولا يا ما سامحني ولا لا لا نحبها راجل ولا تعبتك تو رب مش حتى تعب ما عادش تقول لي تعبتي تعب تنهزك فوق راسي مش سامحني ما عنديش حتى مزي على ولدي مزي صوتك ان شاء الله يا رب يا رب حني يا رب حني نطلب رمضان ها وكلها صايمه يا رب حني تعاوني على ايسر خويا جعفر خي برحمه امي انت كل اللي تسمع على ايسر برك ما طامعه حتى في شيء حتى في شيء اعطيني ايسر برك ريه لاباس ويوقف على ساقيه ويمشي يا ربي لك الحمد يمكن نخدم تونس كامله هكا هكا نخدم ننظف الكياس اللي تقولوا لي نخدمها نخدمها بحراوي قلبي هكا هكا قولوا لي اي حاجه نخدمها المهم ميسر نشوفها هكا هكا نشوفها هكا واقف كيما الاولاد الكل ويمشي كيما الاولاد الكل ما حاجتي حتى بشيء حاجتي كان بايسر برك لا يعني مباتش حتى في الشارع مبات على التراب هكا تصور انت نقسم بالله في باب سعدو ست شهور هو ما يعقلش عليه وما فماش فروشيات ست شهور ونا وياه نرقد لوطه في القاعه النهار يطلع الطب يجو نوقف نقول هكا نوقف الليل يطيح نتعب نفرش حاجه هكا ملح فنتواها يقولوا لي يا مراره البرد روج وشيه لا لا بيأس البرد ما يعطيني شيء اعطيني ياسر برك وهك حملاته خلنا نفسركم حاجة بالله يا ربي حني يا ربي قلت لك تونس كل نخدمها نخدمها نخدم أي حاجة أي حاجة اللي تقولوا لي عليها النظر على خاطر ولدك على خاطر رايست اللي تقولوا لي كي ما نعرف شيء الدنيا الكل اللي تشوفوها قولوا لي نخدمها نخدمها أي حاجة المهم ما يصير الريه لاباس يا ربي لك الحمد هذاك نخدم مادام بصحتي حتى بسنية نخدم هاك نهز نهز ما نعرف شيء ما نعرفش اعطيني ياسر برك. ملا مرة. اعطيني ياسر برك. ما حاجتي حتى شيء. والله ما حاجتي شيء. لا حاجتي بفلوس، لا حاجتي بدار، لا حاجتي بكرهبة، لا حاجتي بشهرية، لا. خذي فلوس. لا 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 لا. ما تغنيني، تقدس ليش الدنيا الكل تحطها. رحمة الله عز عليك. والله كتحط لي الكل هكا تفرشها لي الفلوس. ما حاجتي ايش. حاجتي ياسر يعود لاباس. عندك دار أنت؟ دار ساكنة. باهي توا أماخير دار ولا ساقين؟ لا 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 بابا خوي. مبات غادي مبات تحت الشارع مبات تحت اي حاجه تقول لي عليها مبات عليها يعود لي ايسر لاباس والدار واش نعمل بها والفلوس واش نعمل بها والماكله واش نعمل بها تنبات للشر تصور انت والله ما ناكلها نصيم مكاك قول لي صيمي نقعد المهم ما يصير لاباس ما تمام بشيء ما عيني شني لا كراهب لا عندي اي حاجه تقول لي عليه دار 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 لا لا
فيني الطفلة كياري تقرأ وكياري وتقول لي أمة اللي هو بركة بايس وتعاون في كياري وتخدم في الصيف معامل وأي واحد يعاون وليداتي ويهكم هم على أخيه وهذاك الحاجة فيه نحبهم مكاكة معايا ينتشوا معايا لأخيهم ما حاشيشني ما عطونيشني باش مش يطلعوني نايا في حاجة ولا مش يبنولي ولا مش لا مش تعملوها تعملوني فيها برك حتش مزحي عليا مزحي عليا انت ام امراه كبيره حتى نجي مش نمشي لها نقول لها اخواتي سامحيني تقول لي مسامحاتك دنيا واخ تجيني هي مسكينه كيكه وتقول لي لا على خاطر ولدك عزيزي مات وصلت نصفت الثنية ورجعت قلت لهم ما نمشيش وجوني والله خالاتي وكلهم جوني للسبيطار وهم تاو يتفرجوا فيه ويشوفوني وجوني قالوا لي سيدي مسامحتك قلت لهم راني على ولدي راه طاح لي مرتين راهي دي انت اسمعيني انت مراه ديما برش انت مراه ديما برش انت مراه ديما برش والله والله راه ولي عندها باب الكبد نتاعي اش نسمي اش نسمي الكبد نتاعي من داخل كبده اوه عندك الحق خي راه عندك الحق راه ربي سبحانه يكون عطاني الحنان اللي لولادي كلها هم اكبر منه هو اكثر كاشف عليه ريتش انتك والله العظيم ولد ربعي في الرابط نهارتها في ذنات جاني سلفي هزني اوطى وتشوفني في الكتكات في ذنات خرجنا من الرابط عملنا لها سكانير وخرجنا فمي خذنا موعد مش حتى موعد للسكانير وخرجنا والمي غمنا وفي العشية عند الليل الكهرباء للطوب وهو خرج هو مسكين خرج كيما غادي يخرج وجوه جوه زوز اولاد وحلوا الكهرباء والكهرباء فم نايل ميل هني خايتك وهذا يصير هك والكهرباء تقطر من فوق عامل كيس اللي يشرب فيه القهوه نعبيه الكهرباء ونفرغ من الشبيك وهذا يصير والمراه جاتني يا بنيتي قالت لي تمشي تباتي عندها مغادي ولاد خرجوا الكهرباء والاخر يقولوا لي يا حاج تباتي في الحفظ قلت لهم تو ما يسالش خرجوا الكهرباء للعشي لليل الدنيا ظلام وخرجنا وبعت بهم الحوايج فم روحنا في البيت وجي سلفي كيفيه شو كيفاش مبلوله مبلوله قلت لها لا شيح لا لا قلت لها شيح عادي وبت بهم والله عندي 4 ايام هزيتها صغير ونجري بيها مشيت للمرسى المي تغدو نحك المي ونشحن مشيت للمرسى يقولوا مشيت الباب سعدون مشيت شو اسمها الرابط اللي طبيب الناس ما بيه نمشي له هاي سر الدواء قالوا لي في باب ساعدوني الداوى جاب لها هكا الشيت نتاع دنت فريز قال لي كان تبدا عندها رخف في ساقيها باهي عمل لها احنا تو باش نعملوا نداء الساعه نبداو بالمرحله بالمرحله ان شاء الله شوفوا عندنا ناس اطباء اكفاء في القصاب اكفاء في القصاب هو قال لي قدم دوسي في تركيا ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله فهمتني احنا باش نعملوا نداء فهمتني ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب وان شاء الله في حلقه من الحلقات ترجع بحذانا لهنا ان شاء الله انت وياه المراه العظيمه هذه ان شاء الله ان شاء الله باهي ان شاء الله واش خاصك ان شاء الله مثبك الخير يا ربي حلو ان شاء الله يرحم امي متكفى العواش والله هو وراد يصير زياد في قصه هو يتبع فيه كان عمل له الزواري قبل مير الله يرحمه تعيش وتراحم من بعد كي رجعت لمراد قال لي راهي صعيب العمليه فما خروطه ما نجموش نعملوا هذا تو نشوف بي تنطبعوا الوضعية تنشوف بي إن شاء الله لباس يا بطل إن شاء الله ربي يرحمك بلاس كل يرجع لباس يعمل العملي يا أخويا جعف اللي تطلب علي يقول لي هذا الدنيا كل خدمة نخدمها نخدمها ويعود لي ياسر يمشي مع العباد هك إن شاء الله ربي أنا مش خايف تقول لي نحكي لك معناتها هاني مفلم ولا حاجة شوف ما تفلميش انت شوفني نخدم انت ما تفلميش شوفني نخدم ولا لا انت ما تفلميش شوفني نخدم راني عندك الحق عليا هذه هاي ان شاء الله ربي يبارك لك وان شاء الله ننتصر ان شاء الله ربي يخليكم الكل وربي معاي لا يستر يا رب مرحبا بك ربي يرحم لكم مين عايش ان شاء الله رمضانكم مبروك عايش ربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله ربي يفرجك ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله الدخله الجايه تكون على السقيم عايش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرجك ان شاء الله ربي يرحم لكم مين عايش كده عايش رمضانكم مبروك
شاء الله ربي يفرج على أيسر ملا أم 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 مخي 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 جزئيات بسيطة قالتهم أم أما ما تعملها كان أم قالت لك نعطيه ركايبي أنت في بالك تقول فيها كلامة أقسم بالله العلي العظيم تعطيها ركايبه هذه تعطيها قلبه قلبها تعطيها له هذه المرأة هذه خي أم وقت اللي العالم الكل يتنكر ويخذلك ويرخي العين تلقى كان أمك أم بابا 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 إن شاء الله ربي يبارك لها وإن شاء الله ربي يجيبه في الصواب إن شاء الله.